The recipe تحضير المحلول السحري. أنا لست عالق ومحبوس هناك في القاعة، قاعد مقرفص على إيديا ورجليا وببص علشان أتابع اللي بيحصل هناك. أنا مش عارف بالظبط أنا هنا من فترة قد إيه، بس حاسس إنه من كتر الرعب اللي أنا فيه إني هناك من فترة طويلة قوي. أسوأ حاجة في الموضوع ده إني مش مسموح لي أكح أو أعطس أو أعمل أي صوت، أي غلطة زي دي هبقى في عداد الأموات. أنا كنت مرعوب لحسن أي واحدة من الساحرات بحاسة الشم القوية اللي عندهم تقدر تشمني وتعرف إني موجود معاهم هنا في القاعة. تحمسهم وتصفيقهم وصراخهم مش مخليهم مركزين في أي حاجة غير الساحرة العظمى وخطتها للتخلص من كل أطفال إنجلترا. أنا فضلت هناك كل أمل وعمال أدعي نفسي بالنجاة. انتهت أغنية الساحرة العظمى الآن، والحضور كانوا بيسقفوا بجنون وعمالين يهتفوا ليها: انتي عبقرية، انتي عظيمة، انتي رائعة، ده اختراع رهيب، أكيد هنحقق فوز عظيم بيه. والجميل في الموضوع إن المعلمات بأنفسهم هما اللي هيتخلصوا من كل الأطفال دول مش إحنا، بالطريقة دي إحنا مش هنتمسك ولا هيتكشف أمرنا أبدا. الساحرة العظمى قالت لهم: الساحرات عمرهم ما بيتقفشوا، يلا ركزوا معايا، أنا هقول لكم دلوقتي إزاي تحضروا المحلول السحري ده لتحويل الأطفال لفئران. فجأة انتبه الحضور وتحمسوا وسمعت صوت الساحرات بيشاوروا ناحية المنصة وبيقولوا: فئران فئران. الساحرة العبقرية حولت 2 من الأطفال لفئران. أنا بصيت ناحية المنصة، كان في فعلا فئران هناك، 2 من الفئران قاعدين يلفوا حوالين الساحرة العظمى. ما كانوش فئران حقول ولا فئران اللي بتعيش حوالين البيوت ولا فئران مزارع، دول كانوا فئران بيضاء، أنا عرفتهم على طول، دول ويليام وماري الفئران بتوعي. صرخ الحضور: فئران فئران، القائدة بتاعتنا حولت طفلين لفئران، يلا حضروا المصيدة وحطوا فيها قطع من الجبن. أنا شفت الساحرة العظمى وهي عمالة تبص على الفئران بتوعي وقربت منهم علشان تاخد نظرة ليهم عن قرب. بعدها قامت عدلت نفسها وقالت: اصمتوا جميعا. كل الحضور سكتوا والتزموا أماكنهم. قالت لهم: أنا ماليش علاقة بالفئران دول، دول فئران منزلية، أكيد بيمتلكهم حد من الأطفال هنا في الأوتيل، وأكيد كمان هيكون صبي، البنات ما بيحبوش يقتنوا فئران. الساحرات صاحوا: صبي صبي صغير متعفن، هنتخلص منه وهنحضر له مصيدة الصبح. الساحرة العظمى قالت لهم: هدوء، انتم عارفين انكم مش لازم تلفتوا الانتباه لكم هنا في الأوتيل، خلونا نتخلص منهم بس بمنتهى الهدوء ومن غير ما حد يحس بينا، احنا هنا مفروض اننا سيدات المجتمع الملكي لمنع الوحشية ضد الأطفال. الحضور قالوا لها: طيب تقترح علينا ايه؟ ازاي نتخلص من الكتلة المتعفنة دي؟ انا قلت دول بيتكلموا عليا، السيدات دول بيخططوا ازاي يتخلصوا مني. انا بدأت اتوتر وعرق، ويليام وميري كانوا لسه بيجروا بيلعبوا حوالين المنصة، وانا شفت الساحرة العظمى زقت ويليام برجلها وكمان عملت كده في ميري. الاتنين طاروا وخبطوا في الحيطة ووقعوا على الأرض، دقيقوا وقاموا يجروا تاني. الساحرة العظمى قالت لهم: ركزوا معايا تاني، يلا طلعوا قلم ورقة واكتبوا ورايا مكونات وطريقة المحلول السحري لتحويل الأطفال لفئران. كل الساحرات فتحوا شنطهم وطلعوا نوتة وقلم وبدأوا يكتبوا وراها، وقالوا لها: يلا دينا تفاصيل الخلطة السحرية يا عبقرية. قالت لهم الساحرة العظمى: الأول كان لازم يبقى فيه حاجة تخلي حجم الأطفال يبقى صغير وبشكل سريع. قالوا لها: هو إيه ده؟ قالت لهم: وده كان الجزء السهل من الموضوع، كل اللي محتاجينه لو كنتم عايزين تخلوا حجم الطفل صغير تقلبوا التلسكوب وتبصوا على الطفل من الناحية التانية، فبدل ما يكبر هيصغر. الحضور بصوا لها بذهول وقالوا لها: محدش يقدر يفكر في فكرة عبقرية زي دي غيرك. قالت لهم: تاخدوا الطرف التاني اللي بيصغر من التلسكوب وتغلوه لغاية لما يبقى طري جدا. واحدة من الساحرات سألتها: وده هيستغرق وقت قد ايه؟ قالت لهم: 24 ساعة،
وبينما هو على النار بيغلي هتاخده بالظبط 45 فأر بني، تقطعوا ذيولهم وتقلوها لغاية لما تبقى مقرمشة. واحدة من الحضور سألتها: هنعمل ايه طيب ببقية أجزاء الفئران دول؟ قالت لهم: هتنقعوهم وتحطوهم في عصير الضفادع لمدة ساعة. لكن اسمعوني كويس، أنا لغاية دلوقتي اديت لكم الجزء السهل من الوصفة، الجزء الصعب إنكم تضيفوا حاجة تعمل المفعول البطيء أو المؤجل، حاجة تخلي الطفل يأكل الخلطة السحرية لكن ما يظهرش تأثيرها عليه إلا في اليوم التالي الساعة 9 صباحا لما يكون وصل المدرسة. الساحرات قالوا لها: قولي لنا يا عبقرية، إيه هو السر الكبير ده اللي في الخلطة اللي بيخلي مفعولها مؤجل لليوم التالي؟ قالت لهم: السر هو ساعة منبه. قالوا لها: ساعة منبه؟ دي فكرة عبقرية. قالت لهم: طبعا انتوا ممكن تظبطوا المنبه النهاردة علشان يرن على الساعة 9 بالظبط بكرة، وده بالظبط اللي انا عملته في الخلطة السحرية. قالوا لها الحضور: بس كده هنبقى محتاجين حوالي 5 مليون منبه. منبه لكل طفل. صاحت فيهم الساحرة العظمى حمقى: منبه واحد فقط كافي للتخلص من آلاف الأطفال. أنا هقول لكم هتعملوا إيه دلوقتي، هتظبطوا المنبه إنه يرن على الساعة 9 صباح، بعدها هتدخلوه يتحمر في الفرن لغاية لما يبقى مقرمش. انتوا بتكتبوا ورايا ولا لأ؟ قالوا لها: آه طبعا بنكتب عظمتك. قالت لهم: بعدها تاخدوا التلسكوب المغلي وذيول الفئران المقلية والفئران المطبوخة والمنبه المقرمش، تاخدوهم كلهم وتحطوهم في الخلاط، تخلطوهم على أقصى سرعة، هيطلع لكم في الآخر معجون تقيل، ولازم تحطوا معاهم صفار بيضة. قالوا لها: صفار بيضة؟ حاضر حاضر هنعمل كده. أنا سمعت صوت ساحرة في الصف الخلفي بتقول لزميلتها اللي جنبها: أنا كبرت قوي على إني أتسلق شجر وأطلع أجيب بيض من على عيل الشجر. الساحرة العظمى قالت لهم على شوية مكونات تانية يخلطوها مع الوصفة السحرية، وقالت لهم: أنا متأكدة إن دي هتبقى مهمة سهلة عليكم. هم قالوا لها: آه طبعا. هي قالت لهم: ممتاز، لما تخلطوا كل المكونات دي مع بعض في الخلاط هيطلع لكم خليط رائع سائل أخضر، حطوا نقطة منه فقط جوه كل قطعة من الشوكولات، وعند الساعة 9 صباحا الطفل اللي أكل القطعة دي هيتحول لفأر في خلال 26 ثانية. قالت لهم: بس حذاري، حد يكتر الجرعة، اوعوا تحطوا للطفل أكتر من نقطة واحدة، اوعوا تدوا للطفل أكتر من قطعة، قطعة واحدة فقط لكل طفل.